عيد الكريسماس واخر السنه كان معانا شجره كريسماس حقيقيه وهي كارول سماحه، مطربه جميله وانسانه جميله وصوت رائع مليان طاقه كده وبتبرق الحقيقه كلها. وبعدين اتكلمت بصراحه، سالتها على فكره الزواج والارتباط والانجاب، او انا مش فاكره ان انا سالتها على الانجاب، انا سالتها يمكن على الاسره والاستقرار بس. وبعدين ابتدت هي تتكلم بشكل منفتح جدا وقالت انا نفسي دلوقتي ان يبقى مش بس عندي زوج وبيت، لا انا نفسي يبقى عندي بيبي ايا كان. واتكلمت الحقيقه بصدق كبير جدا، حتى كنت يعني لم الح في ذلك يعني. واتكلمت وقالت ان هي تتمنى ان هي ترزق بطفل قريبا. كارول سماحه بعد الحلقه دي باقل من سنه كان معاها تالا الزغنونه اللي عملت لها اغنيه رقيقه وجميله، وعلى فكره كارول سماحه جارتي، ده جزء يعني احنا تخيلنا انه يمكن استباقي او يعني ده جزء ما كانش في الحلقه اللي اتعرضت، لان الحلقه كان فيها حاجات كتيره جدا وغنى كتير ولطافه، ده اتشال بس ما كناش متخيلين ان احنا بعد اقل من سنه هنعرضه وهي بنتها تالا على كتفها وبتغني لها. طيب ان انت تكبري اسرتك ويبقى عندك اولاد، ده من جزء من مشاريعك يا كارول ولا حاجه مأجلاها؟ انا اول ما اتجوزت هذا الموضوع مزبوط اجلته، يعني في كثير ناس اليوم بيقولوا لي كارول رح يصير لك صار لك سنه متجوزه. بتعرفي نحن هون الحشري بالعالم العربي بيفتكروا انه مثلا في مشكل او حرام. اوقات في ناس بيقولوا لي يعني هم عايزين يكونوا حساسين ما بدهم يحرجوني. كارول يعني احنا مش عايزين نحرجك بس انه نعرف طبيب جامد. يا عمي انا ما عندي مشكله، انا مأجل الموضوع يعني ما كان حدا عم بيصدق انه هلا، بس بالمرحله هيدي اللي عشت هلا مثل ما الله بيريد يعني. لا يعني انه لا طبعا يعني حاطه في البلان انت يبقى عندك يعني نص دستة بنات وبنين ولا يعني؟ يا ريت لو تجوزت بعمر 20 كنت بعمل 4 و5 اولاد، بحب كثير العائله الكبيره، بس هلا بحس انه اذا الله بيعطينا ولدين بيكون كثير منيح. ربنا يعطيكي ويبارك لك في اسرتك وتكبر. جبنا لالي الحي وهدية وحلمنا بعيدة وانطرنا مجيتها وهي تتدلل وتزيدة، جبنا لالي الحي وهدية وحلمنا بعيدة وانطرنا مجيتها وهي تتدلل وتزيدة، إنا سمينا بالنسبه للزوجات بقى، الزوجات انواع. زوجات يقولوا لا احنا مش هنطلع خالص، احنا جايين مع الشخصيه وهنقعد في الكنترول بس ونتفرج، لهم كل الحق. وفي زوجات بيقعدوا عادي في الصف الاول وعارفين انه الكاميرات هتيجي عليهم، وفي زوجات بيبقوا ما عندهمش مشكله خالص ان هم يبقوا جزء من الحوار وده بيبقى لطيف. زوجة دكتور نبيل العربي اكتشفنا ان هي شخصيه لطيفه جدا ومنفتحه جدا وبقت في جزء من الحديث، وده كان شيء احنا امتنينا له. زوجة مدير المخابرات العامه الاسبق ومن قبلها مدير المخابرات الحربيه كانت حريصه على التواجد مع زوجها بس طلبت ان هي ما تتكلمش خالص. شكرا جزيلا سياده اللواء مراد موافي مدير المخابرات العامه السابق. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. ألف شكرا. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. أنا هسلم عليكي. سلم عليكي قبل ما تمشي. أنتوا مكملين. بس جواك مش عايزه اقول غصه، بس وقفت عند لحظه انه ازاي الوفد اللي رجع ارضنا رئيس الجمهوريه ينشغل حتى ولو كانوا فنانين ينشغل بيهم وما يسلمش عليهم. الحقيقه يعني الواحد كان بيأدي واجبه، كل الناس اللي قلت لهم عليهم دول كانوا بيأدوا واجبهم، ما كانوش منتظرين اي نوع من انواع المكافاه او التكريم او اي شيء من هذا القبيل. حقيقي يعني
اللي يأسفني بس ان عدد منهم بذلوا مجهود كبير قوي توفوا. ما اقدرش اغفل الجزء الشخصي فيه يا دكتور نبيل، يعني انت ليك زوجة فاضلة وهي مشرفانة هنا في الاستوديو وسعداء بوجودها معانا. اهلا بحضرتك. انا اسف. كانت بتحضر المحكمة بانتظام. كانت بتحضر المحكمة بانتظام. حضرتك كنت بتحضر المحكمة؟ ومرة كان عندها حاجة انشغلت، فرئيس المحكمة قال لي فين مدام العربي؟ مدام العربي انت كنت بتحضري المحكمه؟ كل الجلسات حضرتها وكانت مشوقه جدا. كانت طب هو انا يعني هو انا اضايق حضرتك لو طلبت منك تيجي هنا ولا لا؟ ارجوكي 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 اتفضلي اتفضلي اتفضلي. ماي كساب اتخطبت لأوكا وكان بقى حدث على السوشيال ميديا، كل واحد داخل بيدلي بدلوه وبقى الموضوع أزمة نفسية وهي تدافع عن نفسها، وحضراتكم كلكم كنتوا عارفين طبعا الأجواء دي. وكان في حلقة اتذاعت مهمة جدا، كان في حلقة اتذاعت وتشافت بشكل كبير، ان كانت اول مرة ماي كساب تتكلم وتقول يعني القلب وما يريد وانتوا مالكوا، انا بحبه وانا هو انسان طيب ونقي. بس فوجئنا واحنا بنجهز الحلقه للعرض ان احنا عندنا اجزاء كتيره جدا زياده في التوقيت. هنعرض لكم شويه حكايات لطيفه وتضحك، وللاسف كان في الحلقه دي ما كانش لها مكان زمني عشان تتعرض على الشاشه. انت فعلا بتتري عليها وبتقول لها انه يعني بغني لها اغنيه عمو حماده عنده بطه بتعمل كده اهو. بص انا عامل لك مفاجاه، ثلاث اغاني ما تجيب من دي. فقلت له بجد؟ قال لي فسمعني دي اول واحده. فرحت قلت له هي دي المفاجأة؟ قال لي قلت له يعني ايه يعني ايه؟ قال لي يعني انا عمو حمادة وانت البطة. قلت له يا راجل. قلت له فانا بقى ايه عامله له الاغنية ومش قايلة، ما احنا عاملين مفاجأة لبعض وقاعدة بقى بموت. فراح قال لي ايه؟ يعني مش عاجباكي؟ قلت له لا دي اغنية نشغلها كده نهرج نضحك عليها، بس مش دي اللي انت قدام الناس تقول انك عاملها عشان خاطري. تمام يا محمد. وخلصنا بعد خناقه بقى لحد 9 الصبح وكده عشان عمو حماده، عشان عمو حماده عنده بط ده. لحد ما قلت له طب بص بقى يا محمد، عايز تعرف الاهداء بيبقى ازاي؟ قال لي قلت له اسمع دي بس ما تكلمنيش تاني، ومفيش اغاني هتشتغل في كب الكتاب. ورحت بعت له الاغنيه ونمت. يا جنرال يا جنرال قولي كلام، قولي الكلام كده تاني. الكلام كان نفسي اتجوز من بدري واجيب محمود ومنيره ومعاها حلوة، انا عمري حبيت وهي دي النتيجة. يا ناس انا مخطوبة لأوكا وماليش دعوة بأورتيجا. بقالي سنة مخطوبة لأوكا. نسيت كلام الأغنية. لا غلط. انت اللي مش عارف كلام الأغنية صح. انا بسمع بقالي سنة عمور سنة ازاي. لا يا ناس انا مخطوبة لأوكا وماليش دعوة بأورتيجا. اوكا يا جنرال يا حبيبي، الليلة هتبقى نصيبي. الواد ابن الأميرية ده أول فرحة ليا، ده اللي غلاوته عندي بكل الدنيا دي. يا مهرجان حياتي يا اللي مالكش زي، اللي بنظرة واحدة ملكت قلب مي. يتقال لي عمو حمادة عمرو بطل تعمل كده. ربنا يديكوا الصحه. بيتعبوا يا عم. همتني نعجزنا. عجزتهم بسم الله ما شاء الله. طب لا مش هقول خلاص. لا ليه ليه؟ قولي اللي انت عايزاه. لا لا هو زي ما انتوا بتقول هو غنى مليان طاقه جدا، في انرجي كبيره جدا. زي ما هو مش غنى، هو اداء. انت قلت كده صح. هو طلع من الشارع عامه يعني. اداء وطلع كده تلقائي. هو اداء فيه طاقه وفيه حماس وممكن يخرج العفاريت برضو.
لا هو بيخرج زي الزهر كده يعني خمس زهر. لا انا بقول شعب الزهر. لا انا بقول اللي بتقول زي يا رمضان ما بتحذرش في ايه وبعدين انت عشان لابس النهارده الشياكه وحاجات ومش لابس زيهم النهارده صرت. لا والله هم منبهين عليا اوعى تيجي بجلابيه. منبهين عليك ايه بقى؟ لا لا والله قلت له الهايكول بس. لا استنى لا بلبس. لا بس حلوه جميل جدا الله. جاي المنى الشاذلي برضه لازم صرف. لا 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 بحبها والله يا رب اتفرج على التلفزيون عليك والله يا رب يخليك. احكي لي يا محمد بقى انت لما جيت تكلم اهلك وقلت لهم على موضوع الجواز قلت لهم ايه؟ حكيت لهم ايه؟ انا جبتها لهم لحد البيت. عمل لي شياكه برضه بصراحه. قمت جايبها قلت لها بصراحه انا عازمك عندنا في الاماريه بس برضه ما كنتش متخيل انها توافق بصراحه اللي هو قلت اجرب عادي هتيجي ومش قالت لي ماشي. رحت بقى قعدت من قبلها بيومين ما نمتش بحضر وامسح السطوح واقعد. اه والله يا جاي. وكان ساعتها بقى مفيش عربيات رحت اجرت عربيه والله العظيم مش فاكر كانت بكام كتير قوي دفعت اكتر فلوس قد كده شارب بيبان كتير زحف في العزوم. فانا كنت خايف من حته بقى ايه ومش خايف منها انا عارف ان هي واجب وكل حاجه بصراحه بس كنت خايف لحته ايه مثلا مين دي يا ابن الكذا عارف انت يا ست. اه والله احنا بعد الفاصل هنكمل مع حضراتكم اجزاء لم تعرض من قبل.